سبيرانزا، هوب، أمل. Hope is what we really need during this difficult time. وزي ما شفنا أجواء مستوحاة من الأمل بتصاميم رائعة جدا للمصمم الأردني حسام حدادي. يسعد صباحك. صباح الخير دانا. أهلا وسهلا فيك حسام. يعني أنا أكثر شيء لفتني غير القطع الحلوة من خلال الفيديو، هلا رح نشوف مجموعة من الصور، اسم المجموعة الأمل، إسبرانتا باللغة الإيطالية. قديش إحنا متعطشين لهذه الكلمة، فمن وين استوحيت الاسم والمجموعة؟ هلا هاي الكوليكشن اجت فكرتها بفتره الحجر الكورنتين، لما كانت البلد فيها تسكير كامل بشهر 3/4. كنا بنمر بظروف كثير صعبه اقتصاديا وماديا ونفسيا. بس حبيت اكون دائما افكر بطريقه ايجابيه، وحكيت اكيد لازم يكون في بصيص امل بالرغم من كل الظروف الصعبه اللي عم بمر فيها. صح. فقررت اعمل هاي الكوليكشن، بلشنا ننفذها، بس بلشت تفتح البلد شوي شوي. حلو. انا والتيم اللي معي، وباربعة اشهر خلصناها. نعم. ال- 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 لما بدنا نحكي عن امل من خلال قطع وتصاميم بالازياء، هل هو التصميم او اللون او الشكل، على شو بتعتمد كنت حسام؟ يعني الثيم كامل، بشكل كامل انه يكون هيك فيه امل. وهلا بنشوف بالتصاميم كيف انه. حلو. طيب خلينا اذا نبدا نستعرض الصور اللي معنا والفساتين. احنا عم نحكي عن خريف وشتاء. خريف شتاء 2020. حلو. بالضبط. اوكي، اول صورة معنا. اول فستان، هذا يعتبر الماستر بيس للكوليكشن، كثير الناس حبوه، مميز بتنورته، الطبقات من التول، الفوليوم، عامل الفوليوم بشكل حلو. حلو. دائما بنحكي الاسود يعني ملك الالوان. طبعا يعتبر حبيت كثير الشغل من فوق صراحة. حلو. كان تصميم مميز عند الكتاف. حلو. الصدر استعملنا السيكونس والظهر كمان. هذا التصميم كثير مميز وجريء. كله عم نحكي نفس فكره القماش او الماتيريال المستخدمه بالفستان الاول، بس رحت للشكل القصير او الفستان القصير. وبميزه بالتصميم الكمام والصدر. حلو. تمام. رجعوا الفرنجز او الشراشيب بهاي السنه. ظهر كمان في هاي الطريقه. هذا عم نشوف فستان ولا جامب سوت؟ هذا ميني شورت. اوكي. ميني شورت. حلو. تمام. هذا كثير دراماتيك الفستان، يعني فيه تفاصيل برضه حلوه، مميز بفتحه الصدر والكم تاعه والرفل على جنب، بالاضافه انه من وراء طبقات التنوره جاي بشكل هندسي هيك تدرج. حلوه برضه الرفل على جنب طبعا. هذه نفس القطعه. اوكي، هون رحت للذهبي والاسود. هذا الفستان اللي بيميزه الشغل الدريبنج على الصدر مع الكمام الفليرد. حلو. فيه طابع شوي كلاسيكي لانه كمان التنوره طولها الشانيل ستايل. بالاضافه لطبقات التول. حلو. بس انا بخاف من هدول التنانير، يعني بدهم وحده نشيفه. لا انت بتطلع عليكي حلو. يعني هاي لمين بتنصح مثلا القطعه؟ بالعكس، هاي التنوره بتدفع لكل اشكال الجسم عادي، ما نخاف المليان شوي كذا، بتبرز الخصر بطريقه حلوه. اوكي. تمام. نعم. هذا الجمب سوت كثير مميزه، حبيت الديزاين يكون سمبل لانه القماشه فيها حركه. حبيت نركز على الفتحه اللي انا بحب مبدا الكتف الواحد او الوان شولدر، وانت عامل وان شولدر مع فتحه حلوه كمان بمنطقه الصدر. حلوه الفتحه. حلو، لانه القماش زي ما انت حكيت اصلا في حركه. هذا الفستان كثير جريء وغريب، بيميزه الكمام الواقفه الكبيره. نعم. بالاضافه للفتحه بالنص. ظهر كمان عملته باكليس. حلو، جريء هذا شوي. هذا حلو كثير كلاسيكال، وقصته كثير كلاسيكيه، وبيميزه الكمام الواقفه. عم تبعد عن بحس الفستان وين جماليته غير القصه، القماش ومن فوق الصدر، منطقه الصدر مش كثير سهل تعمل ابداع بطريقه كمان عمليه انه نقدر نلبسه، فانت مشتغل صح يعني على القطع. يعني شيء يكون باللبس بس كمان يكون غريب. نعم. ومميز. نعم. وظهر طبعا بحب انا دائما اعمل الظهر يكون هيك باكليس.
هاي كمان جمسول. شو غريبة هاي القطعة. حلو. كتير مميزة. يعني فتحة بالإجر وكمان وان شولدر. كتير حلو. عملهم عكس بعض. حلو. بالإضافة للرفل على الخصر. هلأ عم نرجع للرفلز برضو بال. أنا كتير بحب ستايل الرفلز يعني يجب لأنه بحسها بتبرز منطقة الخصر بطريقة كتير حلوة. ميزتها بالبلت طبعا الأسود. حلو. البلت دائما بخصر بيعطي شيب حلو للجسم. بالضبط. كتير حلو. هدول الصور نحكي أكثر عن القماش اللي استعملته. طيب القماش اللي استخدمته حسام ووين بتحس توقيع صار حسام حددين يعني هي سادس مجموعة فالواحد صار لما بده يشوف مجموعة من الفساتين بالسوق يعرف إنه حسام توقيعه أو هويته بالتصميم وين بتحس هويتك؟ هويتي هي بالتصميم يوجوال لأنه اللي بيميز التصميم إنها تكون كلها أنيقة وسيمبل ومميزة في نفس الوقت. يعني بتروح للإشي الدراماتيك أو بتروح للإشي الجريء؟ يعني usually classical. أنا ستايل الكلاسيكال الستينات الخمسينات هدول معي فيفرت ستايل يعني. نعم. ستايل كوليكشن استعملت القمايش اللي ركزت على البيات. والتول التول استعملته بطريقة واضحة. بالإضافة لللمة اللي هي الذهبي اللي كان فيه دريبينج وهي أول مرة بستعمل هاي القماشة. حلو. بتحس من أول مجموعة لهلأ حسام شو الأشياء اللي اشتغلت عليها السكيلز ممكن ذوق المرأة الأردنية بشكل عام حسيت هذا ما عم بتحبه هذا بتحبه كيف اشتغلت على مجموعاتك؟ طبعاً طورت المجموعات تدريجياً طبعاً في فرق بين أول كوليكشن وآخر كوليكشن الخبرة الكتير بتفرق طبعاً الخبرة ولما تتعامل مع الزبونة تفهم أكثر احتياجات الزبونة صح. تفهم أكثر احتياجات السوق إيش اللي بطلبه إيش الصبايا شو اللي بيحبوه هيك بس طبعاً يوجوال بالكوليكشنات أنا بحب دائماً أعمل الأشياء اللي بحس فيها أكثر. ما أنا هاي دائما بحكي المصمم أو المبدع بأي مجال حتى في الموسيقى حتى بالتمثيل مرات بيكون حابب يعمل إشي بس في المينستريم اللي بيحكي لك لا إحنا هيك منحب فأنت كيف بتحاول توفق بين الإبداع والشغف والموهبة اللي عندك وبين الذوق العام اللي بدها بالآخر المرأة تلبسه وتستخدمه لحياتها اليومية والعادية. زي ما قلت لك إنه بحاول دائما أختار مثلًا قصات وتصاميم تكون مميزة. بس كمان بنفس الوقت مش كتير غريبة إنه بتقدر تلبس يعني. نعم. السوق بشكل عام مع حسام بموضوع تصميم الأزياء في الأردن عم نشوف عدة أسماء ظهرات وعم بيكون في منافسة. حالياً زي باقي القطاعات أكيد تأثرت من اللي عم بيصير بكورونا. كل القطاعات. فشو الوضع يعني عيشنا أكثر التفاصيل. طبعاً أكيد قطاع الأزياء من أكثر القطاعات اللي أثرت من كورونا بسبب هلا بطل في حفلات كتير بطل في مناسبات. أكيد الطلب كتير خف على الفساتين الكستم ميد والجاهزة. نعم. وبس زي ما حكيت لك انه احنا بنمر بوقت صعب بس اكيد دائما عندنا امل في امل وان شاء الله يكون الجاي وبكره احسن من ان شاء الله لكل الاشخاص الله. كمان اللي حابين يتواصلوا معك حسام يشوفوا تصاميمك يطلبوا لبعض الاطلاع على انستغرام والفيسبوك هم اكثر شيء الاكونتات هذول فيسبوك وانستغرام حسام حددين. نعم بالضبط. ردة الفعل اللي عم توصلك كيف عم بتكون بشكل عام؟ هي صراحه طبعا 3 ويكس نازله الكوليكشن عم نشكر الله كثير ناس حست حبوها كثير وصراحه حبوا الاسم كثير سبرانزا انا يعني اخترته باللغه الايطاليه لانه ايطاليا هي طبعا بلد الفاشن بلد الموضه وهم كثير تاثروا صراحه بالكورونا يعني. نعم بالختام حسام قديش بتكون راضي عن القطع لما تطلع بشكلها النهائي يعني بنعرف بين المخيله وبين الواقع بيكون في بعض المطبات فانت بين خياط بين مواد الخام قد عم بتكون راضي هلا اكيد طبعا ممكن خلال التطبيق الفستان ممكن تجيك افكار تعدلي او تغيري ممكن يكون شيء بمخيلتك بس على الواقع لا ما يطلع حلو فبترجع بتعدلي وبتضبطي بس اكيد انا ما بطلع اي فستان اكون راضي عليه 100% كل التوفيق لك حسام حدادين شكرا وموفق بهذه المجموعه شكرا